جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه. تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الاضحى المبارك وابلغ جلالته حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بنقل تحياته وتهانيه بهذه المناسبة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة داعين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين بالرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات